مدير البنك المركزي خابرني قال لي ابن الحجي تعال اسحب قسم من فلوسك. تشغل عندك دفتر؟ دفتر شنو مليارات انا شوي دفتر شو اسوي؟ اشرب بيه شاي بيت الحجي بتضرب قال لي تعال خذ فلوس. رحت نص الفلوس اخذتهن ارتاح هو. وين وديتهن؟ وين؟ برا. برا مو بارده؟ برا وين برا بارده؟ برا بسويسرا وديتهن. بالبنك اي الله يزيدك. ابو البنوك مال سويسرا هم خابرني قال لي يابا من اتحمل مسؤوليتين كلش هوايه ترى ذني عندك فلوس الله يزيدك. وين يعني دخت وين وديهن؟ جيبهن يمي. الزم ما يجيب هنا يمه شلون فكرت انك تنطل ما ادري خلي يكبر. شلتن وديتن بنوك العالم وهسه اخي فلوسي مطشرات بالبنوك. فلوسك عد العالم عد العالم كلك يا الله. وفلوس الشاي وين؟ هسه اصرف ورقه انا على مود ادفع لك شاي. يا ابا ذكرني بسالفه. ايه وعافيتي وهوريتي وانتم محلفين. صادق صادق انا شنو؟ سورتي ما اظن بالبنوك ابد ما اثق على لحظه فلس البنك وين اطوجي والله صحيح اظن بالبيت. بالبيت بالبيت وين يابا؟ شنو عندي مثلا المخده افتحها واظن بها ذهب مثلا عندي اللحاف افتحها واظن بها دولارات الدواشق ما اخلي شيء بالبيت الحيطان امليها يعني هسه اللحاف ماكم بشده يمكن شنو شده فد 100 شده حلو ما اخلي ملابسنا نفتقها ونخيط بها دولارات نخلي سبايك ذهب بالحيطان الماس دولارات الماس خليته قواني ترستوه قواني كله قواني وخليها واظن انت تخاف بوقوك يا حرامي طب البيت هيك رعت حلقه رعب عمي اكو واحد مرهوني سبع مرتاح فلس الباق ما فلس الباق انا مرتاح عافية عليك والله زين تسوي مثلا محتاج شيء اخذ لي سبيكه انزل للسوق اصرفها واجيب اللي اريده واجي اذا صرف لنا ودفع يجي يدفع لنا فلوس شايات واصرف سبيكه على مو شايات شنو الحكي هذا شنو هاي معود يعني شنو قابل الشاي هو ابو الشوبات هم خطيه دا يصرف سبيكه نجر نقولهن وكتلي بوكانه طلع سموها بيت ابو سبيكه اي الله